مرحبا. مات من الضحك ليست عبارة فحسب، وإنما هي حقيقة لأناس قتلهم الضحك. أشهر ستة أشخاص ماتوا من الضحك. الأول مارتن الأول، كان ملكا على كل من صقلية وأرغواه. نظم حفلة كبرى أكل خلالها إوزة كاملة، وأحد الضيوف يلقي النوادر الفكاهية، فدخل الملك في نوبة من ضحك هستيري حتى سقط ميتا. بيترو أريتينو، أحد الشعراء والكتاب الإيطاليين، عرف عنه السخرية من السياسيين وأصحاب النفوذ، فيمتع بكلماته العامة ويضحكهم، وفي يوم دخل في نوبة ضحك تسببت في خنقه حتى الموت. توماس أركوهارت، في عام 1660 تم إبلاغ الأرستقراطي الإسكتلندي بأن تشارلز الثاني قد تولى العرش، ليدخل في موجة ضحك لم يفهم سببها ولم تنتهي إلا بموته. خيرسيبوس، فيلسوف إغريقي عرف بنبوغه في المنطق والفيزياء ونظريات المعرفة، ولكن بعد وفاته اكتشفوا أنه مات إثر نوبة ضحك عندما شاهد حمارا يأكل تين، فسخر منه وظل يضحك حتى فارق الحياة. زوكسيس، كان رساما يونانيا عاش قبل 500 عام من الميلاد. طلبت منه امرأة عجوز أن يرسمها على شكل أفروديت، ويبدو أن النتيجة كانت مضحكة إلى درجة فقد معها السيطرة على نفسه ومن شدة الضحك مات. أليكس ميشتل، موظف بريطاني عرف بعشقه لمسلسل غوديز الكوميدي، والذي ظل يتابع مشاهده الكوميدية حتى جاء اليوم المشؤوم حينما دخل في نوبة ضحك أدت لخلل في ضربات قلبه وتوفي على إثرها.